جزاكم الله خيرا. السائلة ميم لام من القصيم تقول: هل يجوز وضع المكياج المبيض للبشرة على الوجه أو غيره من الجسد للتجمل للزوج، وربما يكون لأجل أمر الزوج بذلك، ولو كان فيه تشوه البشرة مع طول الاستعمال، علما بأنه مؤكد من عدة نواحي تأثيره على البشرة، أم للزوجة أن تعصي زوجها وتدعه ولو كان ذلك فيه إغضاب للزوج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا مانع من استعمال المساحيق المجملة بأن تتجمل المرأة بها لزوجها، أو تزيل ما على وجهها من التشويه بوضعها عليه، لا مانع من ذلك. لكن إذا ترتب على استعمالها كما ذكرت السائلة أنها تسبب تأثيرا سيئا في البشرة في المستقبل، إذا صح هذا فإنها تتجنبها ولو أمرها الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم، يبدو أنه احتمال مثل ما تفضلت في الجواب السابق. إذا كان احتمال فهو لا يلتفت إليه، لكن إذا قرر الأطباء أو التجربة أثبتت أن هذه المساحيق يحصل منها تأثير سيء على الجلد في المستقبل فإنها تجتنب. أما إذا كانت لا تؤثر وفيها مصلحة لتجميل المرأة لزوجها فلا بأس بذلك.